الإصابة رقم 6 في منطقة الكاربال جوينت فراكشر للأكسسوري كاربال. الأكسسوري كاربال بوندي العظمة رقم 7 في الكاربال جوينت، دي بتبقى موجودة على ظهر المفصل من ورا. العظمة دي بتبقى سيميليونر، يعني عاملة زي الهلال. العظمة دي بتبقى عاملة زي القوس، فبتعمل كنال بيسموها الكاربال كنال. الكاربال كنال جزء منها عظم اللي هي الأكسسوري كاربال بون، وجزء بيبقى سوفت تيشو اللي جامد بتقفل القوس ده بحيث يعمل قناة يعدي من جواها التندونز بتاعت الألنارز لاتراليس والفليكسور كارباي ألنارز. افتكروا مع بعض العضلتين دول اللي كنا بنعمل تينيتومي للتندون بتاعهم لما كان بيحصل anterior deviation للكاربال جوينت. العضلتين دول التندون بتاعهم بيعدي من خلال الكاربال كانال. العظمة دي عرضة ان هي يحصل فيها كسور، اما عن طريق تروما خبطة على العظمة تتكسر تشرخ او تتكسر ويحصل سيبريشن، او عن طريق الاسترس بتاع تندينيوس بون اتاتشمنت يخلي العظمة تتكسر والقناة تتفتح. الاعراض اللي هتشوفها على الحيوان، نمرة واحد الحيوان ما بيقدرش يحط وزن على الرجل نهائي، لان دي بتبقى مؤلمة جدا للحيوان. عشان الحيوان يحط رجله في الارض ويرمي وزن على رجله، معنى كده ان النارز لاترالز والفليكسور كارباي النارز ماصل هيتشدوا، التندون بتاعهم اللي معدي من خلال القناة هيتشد، الشدة دي هتضغط على العظم المكسور هتعمل ألم للحيوان، فبالتالي بتلاقي الحيوان غير قادر على ان هو يحط رجله في الارض تمام. الحيوان كمان بيبقى تاني الرجل الركبة شوية، يعمل فليكشن للركبة، وفي بين في المكان مع التنشن، يعني هتلاقي المكان ورم مؤلم للحيوان، خاصة لو مسكت رجل الحيوان وتنيتها. تانية رجل الحيوان دي بتعمل ألم على ظهر الركبة بتاعت الحيوان، لأن مع التانية بتعصر الأكسسوري كاربال بون اللي اتكسرت بالورم اللي حواليها، فبتألم الحيوان جدا. القاعدة العامة دايما في الكسور ان في علامة مميزة للكسر، صوت الكريبيتيشن، ان لما تيجي تمسك المكان اللي فيه الكسر وتحرك تسمع صوت العظم بيخربش في بعضه. لكن صوت خربشة العظم في بعضها دي زي ما اتفقنا بتسمعها بس لو كان العظمتين لسه قريبين من بعض، ما حصلش سيباريشن. جاست ان حصل سيباريشن والعظمتين بعدوا عن بعض، حصل ورم وإديمة في المكان، هيبقى فيه صعوبة في ان انت تسمع صوت الكريبيتيشن. التشخيص زي ما اتفقنا هيستوري وكلينيكال ساينس وكلينيكال اكزامينيشن، لكن احنا هنا بنتكلم على عظمه اتكسرت، يبقى لازم تاخد فيلم اشعه كخطوه اساسيه للتشخيص، وفي نفس الوقت هتساعدك في العلاج. شكل الكسر ايه؟ هل حصل سيباريشن؟ ما حصلش؟ هل العظمه المكسوره حته صغيره تتشال ولا حته كبيره تتثبت بمصمار؟ العلاج، العلاج بيختلف على حسب الديجري بتاعت الفراكشر، الدرجه بتاعت الكسر ايه. في الحالات الخفيفة إذا كان العظم ما حصلوش سيباريشن، فبنستخدم المسكنات الكورتيزونات بنحقنها لوكال وسيستميك، وندي ريست للحيوان فترات طويلة توصل لحد 6 أشهر. طريقة تانية من ضمن طرق العلاج إن احنا نعمل بلاستر كاست، بس بشرط إن العظم ما يكونش حصل له سيباريشن، يعني ما يكونش حصل بول للعظمة اللي اتكسرت بالتندينيوس بارس بتاعة المصل والعظمتين بيجوا بعد عن بعض، هتعمل جبسونة العظمتين مش طايلين بعض، مش هيحصل ايه. يبقى الكلام ده بنعمله بس لو العظمه ما حصلوش سيباريشن وكانت الحاله لسه بيسه. القاعده العامه للكسور الصغيره، اذا كانت حته العظمه المكسوره دي صغيره بنشيلها، اذا كانت حته العظم اللي اتكسرت دي كبيره بنثبتها بمسمار، بشرط ان احنا نعمل الحدوته دي بدري بقدر الامكان، يعني ما يكونش عدى عليها اكتر من اسبوعين، علشان ما يكونش حته العظم دي حصل لها سيكوستريشن نكروزز وماتت. يبقى هتثبتها بمسمار، مش هتثبتها بمسمار مش هتفرق كتير، مش هيحصل ايه. احنا اتفقنا ان في قناة اسمها الكاربال كانال. الكاربال كانال دي عبارة عن قناة جزء منها عظم اللي هي الاكسسوري كاربال بون، وجزء منها سوفت تيشو، والاتنين مع بعض بيعملوا قناة بيعدي منها التندينيوس بارس بتاعت الفليكسور كارباي النارز والنارز لاترالس مصر. القناة دي لما بيحصل فيها كسر، الطبيعي دايما مع اي كسر بيبدأ يحصل هيماتوما، يحصل انفلاميشن في المكان، يحصل ورم، فبالتالي القناة دي بتورم. فريلاتيفلي الكافيتي اللي جواها الممر اللي بيعدي منه التندينيوس بارت بتاعة الفليكسور كارباي النارز والنارز لاترالز بيضيق، فبيخنق التندوم بتاع العضلتين دول، وبالتالي في احتمالية ان يحصل نكروزز للسوبرفيشال اند ديفليكسور تندون اللي هما الكونتينيويشن، لان انت خنقت على التندوم قفلت عليه البلاد سبلاي فهيموت.
فطريقه من ضمن طرق العلاج ان احنا نعمل سيرجيكال ريليف للكنال كونستركشن. يعني ايه؟ يعني ان احنا نشق القناه دي. بالبلدي كده ده عباره عن حزام مربوط على الوسط، والحزام ده بيجي ضيق مش قادر تتنفس ومش قادر تاخد نفسك ومش قادر تفك الحزام. هتعمل ايه؟ تروح قاصص الحزام. اول ما تقص الحزام هتلاقي نفسك ارتحت. هي دي الفكره.